اليوم نحن بدأنا توزيع مساعدة طرود غذائية إلى المحتاجين في قطاع غزة كله. هذا المساعدة، هذا الطرود الغذائية دفع ثالث مشروع مؤسسة الرف من قطر. نحن كان بدأنا قبل 6 شهور هذا المشروع وهذا نهايته إن شاء الله. كملنا قريب مليون يورو أظنه، واليوم 3600 طرد غذائي لكل القطاع غزة. نحن نعمل توزيع بطريق لجان الزكاة وشؤون الاجتماعية ومن عندنا في المؤسسة. عندنا موجود فقراء مسجلين في المؤسسة، ونحن نعمل توزيع إن شاء الله من مؤسسة في كتيبة.